Hi, I'm Laila Zaher, and this is eniGma TV. المشهد اللي كنت قاعده فيه مع بابايا وكنت بعيط كان بيهديني. المشهد ده كان صعب قوي بالنسبه لي بس كنت بحبه قوي. في سين كده اللي هو في حلقه 30 اي جس لما انا كنت لابسه ولد لابسه راجل ورحت لبابايا اكتشفت ان هو عايش. كانت تشالنجينج قوي. بحب مي بيفور يو، هند صبري، محمد سامي. رجعتي التمثيل ازاي؟ ان انا بحب الاكل قوي. لا بحب الاكل قوي يعني مفجوعه جدا. سوشي كتير قوي ويعني اللي بيضحك بقى ده انا ممكن اكل ب 20 بيسز وكده يعني. وي كوكينج سمثينج كول فيري سون هتعرفوا.